بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، يعتقد النصارى بصلب المسيح وإن الله أرسل ابنه المسيح علشان يموت على الصليب علشان يطهر البشر من خطية آدم وحواء. ولما تسألهم ليه المسيح اتصلب هتسمع الإجابات دي: لماذا صلب المسيح؟ لفداء الإنسان، علشان يدفع ثمن خطايانا، وده السبب الرئيسي لصلب المسيح. هو أراد أن يحمل لعنات البشرية كلها، واختار أصعب ميتة وأكثرها إيلاما وأكثرها تحقيرا. أقول عشان الفداء، بس كان لازم أنوه لماذا الصليب؟ عشان يفدينا، سلبوا عشان يفدي البشرية. ولكن هل المسيح قال انه جه علشان يفدي البشرية من خطية آدم؟ المسيح ما قالش ولا مرة انه جه علشان يفدي البشرية من خطية آدم، وده لانه ما تكلمش في السر، وتعليمه كله كان علانية امام الناس، وما كلمش حد بحاجة في الخفاء، وده اللي جه في انجيل يوحنا اصحاح 18 عدد 20: أجابه يسوع: أنا كلمت العالم علانية، أنا علمت كل حين في المجمع وفي الهيكل حيث يجتمع اليهود دائما، وفي الخفاء لم أتكلم بشيء. وكل اللي جه في الكتاب المقدس عن سبب مجيئه هو أن يبشر بملكوت الله، وده بيتضح في أقوال المسيح في لوقا الإصحاح الرابع عدد 43: فقال لهم: إنه ينبغي لي أن أبشر المدن الأخر أيضا بملكوت الله، لإني لهذا قد أرسلت. وهنا المسيح قال إنه أرسل علشان يبشر بملكوت الله في السماء، ففين هنا الخطية اللي جه علشان يفدينا منها؟ وهنا ممكن نسأل سؤال تاني لأصدقائنا النصارى: إذا كان المسيح هو الله بحسب اعتقادكم، فإزاي يكون هو الله ويبشر بملكوت نفسه؟ فالنص هنا بيبين إن في اتنين اللي هم المسيح والله. فلو كان المسيح هو الله كان المفروض يقول أرسلت لأبشر بملكوتي. ومن مهمات المسيح أيضا اللي جه علشانها إتمام الناموس، علشان كده بيقول في إنجيل متى الإصحاح الخامس عدد 17: لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل. وأعظم مهماته الدعوة لتوحيد الله، لما قال في إنجيل يوحنا إصحاح 17 عدد 3: وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. كما أنكر المسيح الخطية الأصلية بقوله في إنجيل يوحنا إصحاح 15 العدد من 22 إلى 24: لو لم أكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطية، وأما الآن فليس لهم عذر في خطيتهم، الذي يبغضني يبغض أبي أيضا، لو لم أكن قد عملت بينهم أعمالا لم يعملها أحد غيري لم تكن لهم خطية، وأما الآن فقد رأوا وأبغضوني أنا وأبي. طالما السيد المسيح بنفسه لم يذكر أي شيء عن الخطية الأصلية أو الفداء المزعوم، فمين بقى اللي نشر العقيدة دي؟ عقيدة الفداء والخلاص تم إقرارها في مجمع نيقية اللي انعقد سنة 325 ميلادية، وفيها النص اللي بيقول: الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل وتجسد وتألم ومات وقام أيضا في اليوم الثالث. وأعضاء مجمع نيقية اللي أقروا العقيدة دي أخدوها من بولس اللي يعتبر أول من نشر هذه العقيدة اللي بتجمع عليها الطوائف المسيحية، ولكن اختلفوا عن ماهية الموروث، هل الذنب نفسه أم آثاره ونتائجه؟ ففي فريق بيرى أن البشرية ورثت نتائج الخطية وأثرها، والفريق ده بيمثله البروتستانت اللي اعتبروا أن مبدأ ورثة الذنب نفسه من الظلم، لأن الله ما ينفعش يحاسب الإنسانية على جريمة لم يرتكبوها. أما الفريق التاني فيرى أن البشرية ورثت خطية آدم كلها، ورثت أثارها ونتائجها،
والفريق ده بيمثله الأرثوذكس والكاثوليك. والغريب ان المنصر الوحيد اللي المفروض انه أرثوذكسي بيتبنى الاتجاه البروتستانتي في فكرة الخطية الأصلية، فنلاقيه بيقول: إذا كنت مش فاهم فساد الطبيعة البشرية اللي احنا بنسميه الخطية الجدية، نحن لا نتكلم عن وراثة خطية أخلاقية. مش عشان آدم أخطأ أنا أعاقب، لا نتكلم عن هذا الأمر، وليست هذه عقيدتنا. نحن نتكلم عن أننا ورثنا الموت من آدم حينما أخطأ فسدت طبيعته. كلنا كنا في صلب آدم، حينما نولد سنولد حاملين طبيعة أبونا. لكن هل سيعاقبني الرب على أنه آدم أخطأ؟ الرب قدم الوصية: افعلها فتحيا، في العهد القديم. نعم، لو واحد فعل الوصية سيحيا، لن أعاقبك بظلم بجرم آدم أو بخطيئة آدم. وإلا ما كان في ناس أبرار، وإلا ما كان في ناس أبرار زي أيوب وأخنوخ وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وغيره. واضح أن وحيد ما يعرفش أن ده معتقد البروتستانت، وأن ده مش معتقده ولا إيمانه الأرثوذكسي اللي بيؤمن بيه، اللي بيؤمن بأن البشرية ورثت الخطية الأصلية ورثت آثار الخطية أيضا. لذلك نلاقي أن القمص داود لما بيوجه له اللوم وبيقول له: ناس كتيرة ادعت انه ما فيش وراثة خطية، وانه احنا بس بنورث الفساد والموت او الموت والفساد كنتيجة للخطية. ودار حوار طويل قوي في المواضيع دي. معلش اقول لكم الاخر: ايمان الكنيسة القبطية ان هناك وراثة للخطية، وان في حاجة اسمها الخطية الجدية او الخطية الاصلية. في كنائس تانية مش مقتنعة بالكلام ده، براحتهم، لكن ده الإيمان اللي استلمناه وعايشين عليه. وواضح إن الناس دول مش فاهمين حاجة عن دينهم، والرغم من كده بيهاجموا الدين الإسلامي وبيرموا الشبهات باستمرار بجهل وبدون علم، وهم مش عارفين حاجة عن معتقدهم اللي بيؤمنوا بيه. وسيتم توضيح فكرة الخطية الأصلية من خلال عرض لقصة آدم وحواء في الكتاب المقدس، حيث تبدأ قصة آدم عليه السلام في سفر التكوين، واللي بيقول إن الله سبحانه وتعالى أخذ من تراب الأرض ونفخ فيه نسمة حياة ودبت فيه الحياة وصار إنسان. والإنسان ده ربنا سبحانه وتعالى وضعه في جنة عدن، وربنا سمح له وأذن له بأن يأكل من كل شجر الجنة ما عدا شجرة معرفة الخير والشر. فممنوع يأكل من الشجرة دي، لأن ربنا قال له: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. ولكن هنا بتظهر شخصية أخرى في القصة، وهي الحية اللي بتمثل الشيطان في المعتقد المسيحي، واللي ظهرت أمام آدم عليه السلام علشان تغويه، لكنها فشلت فراحت لحواء. فقالت حواء للحية: وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله: لا تأكل منه ولا تمساه لإلا تموت. فالحية قالت لحواء: الكلام ده مش صحيح، لأنكم لو مش هتموتوا، بل الله عالم إنكم يوما تأكلان منها تتفتح أعينكما وتكون كالله عارفين الخير والشر. فاللي حصل إن حواء عجبتها الشجرة وإنها صالحة للأكل، فأكلت منها وأعطت رجلها فأكل أيضا. فلما أكلوا الاثنين من الشجرة عرفوا الخير من الشر، وعرفوا إنهم عرايا وإن ده ما يلقش بيهم، فبدأوا يتسطروا بأوراق الشجر. ويبدأ كاتب سفر التكوين في سرد قصة لا تليق بعظمة وقدرة الله عز وجل، واللي بيدعي فيها إن بعد ما آدم أكل من الشجرة راح استخبى من الله وسط أشجار الجنة، وبعد كده سمع صوت الرب الإله ماشيا في الجنة، فاختبى آدم وزوجته من وجه الرب. وهنا بيصوروا الرب الإله على إنه إنسان عادي وبيمشي زي الإنسان، ممكن أي حد يستخبى منه وما يشوفوش. ويكمل كاتب سفر التكوين ويقول: فنادى الرب الإله آدم وقال له: أين أنت؟ ده على أساس إن الرب حشا مش شايفه يعني. فقال له آدم: سمعت صوتك في الجنة فخشيتك لإني عريانا فاختبأت. فقال: من أعلمك إنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها؟ فقال آدم: المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت. وهنا آدم بيتبرأ من الخطية اللي عملها ورماها على زوجته حواء.
وقال الرب الإله: هوذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر. وده معناه أنه بقى زي الله يعرف ويميز بين الخير والشر. والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة أخرى في الجنة اسمها شجرة الحياة ويأكل ويحيا إلى الأبد. طيب إيه الحل علشان ما يأكلش من شجر الجنة؟ الحل هو طرده من الجنة وتعيين حراس على شجرة الحياة علشان ما يجيش آدم ويأكل منها. ودي كانت قصة شجرة الخير والشر الموجودة في سفر التكوين بالكتاب المقدس. أما قصة آدم وحواء في القرآن الكريم فمختلفة عما هي عليه في الكتاب المقدس. فالمسلمون يؤمنون بأن الله خلق آدم من طين الأرض وأنه نفخ فيه روح من عند الله سبحانه وتعالى، وبعد كده أعلمه الله سبحانه وتعالى بأشياء لم تكن الملائكة تعرفها، وأمر الله سبحانه وتعالى الملائكة أن يسجدوا لآدم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وهنا حرم الله شجرة ولم يذكر نوع هذه الشجرة، لا شجرة معرفة الخير والشر ولا شجرة الحياة. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. الشيطان هنا بيكذب على آدم وحواء وحلف ليهم وقال لهم أنا ليكم من الناصحين، مش زي النص المكتوب في سفر التكوين اللي كان صادق معاهم وقال لهم إنكم مش هتموتوا. فلما أكلوا من الشجرة ظهر لهم عريهم ونزعت عنهم ثياب الجنة اللي كانت بتسترهم، ووقع آدم عليه السلام في عصيان الله. وده اللي قرره القرآن الكريم بقول الله عز وجل: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وهنا نسب الله سبحانه وتعالى المعصية لآدم لأنه هو المسؤول عن عصيان الله سبحانه وتعالى، ويوضح أيضا أنه تاب عليه من المعصية وقبل توبته وعاش في الأرض بعد أن خرج من الجنة. والسؤال هنا: طالما ربنا سبحانه وتعالى قبل توبة سيدنا آدم وسامحه على الذنب اللي ارتكبه، ليه ما سابوش في الجنة ونزل يعيش على الأرض؟ والإجابة ببساطة: لأنه مخلوق للأرض. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فالله سبحانه وتعالى خلق آدم من تراب الأرض ليعيش على الأرض وبعد كده يرجع لجنة الله سبحانه وتعالى هو وذريته من بعده. فوجوده في الجنة كان وجود مؤقت بوقت يعلمه الله عز وجل،
ولو رجعنا للكتاب المقدس هنلاقي نصوص بتأكد أن آدم خلق للعيش على الأرض وليس للجنة. فقبل أن يخلق آدم جاء في سفر التكوين قال الله: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر، والبحر ده في الأرض مش في الجنة، وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. فخلق الله الإنسان على صورته، وعلى صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم، وباركهم الله وقال لهم: اسمروا واكسروا واملأوا الأرض واخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض. والنصوص دي بتؤكد أن سيدنا آدم خلق أساسا للأرض. أما الكتاب المقدس فيؤكد وجود عقوبات تم فرضها على سكان الأرض من بشر وحيوانات نتجت عن خطية آدم، وتتمثل في التلاتة اللي وقعت عليهم الخطية، هم آدم وحواء والحية، وده اللي هنعرفه مع بعض في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، واللي هنثبت فيها بالأدلة من الكتاب المقدس إن الخطية لا تورث لأنها من الأفعال المكتسبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.